أعزائي الدارسين والدارسات، برنامج التعليم المدمج. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله بنكمل مع بعض في المحاضرة التالية عن مقاييس التشتت، بعد أن احنا كنا انتهينا في المحاضرات السابقة اتكلمنا على مقاييس النزعة المركزية، وقلنا أن مقاييس النزعة المركزية هي عبارة عن الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، وكنا عرفنا المقصود بمقاييس النزعة المركزية. قلنا هي المقاييس اللي بتقيس موضع تمركز البيانات حول قيمة معينة أو بالقرب من قيمة معينة. هذه القيمة بنسميها القيمة الوسطى، وهذه القيمة بتتمثل في أحد المقاييس. خدنا على سبيل المثال من مقاييس النزعة المركزية الوسط الحسابي، وخدنا الوسيط، وخدنا المنوال. وكنا اتكلمنا على الوسط الحسابي وقلنا ازاي بنحسب الوسط الحسابي، وده اهم مقياس في مقاييس النزعة المركزية. قلنا ان هو بيستخدم الوسط الحسابي عن طريق في حالة البيانات غير مبوبة وفي حالة بيانات مبوبة، ويستخدم الوسط الحسابي بيمكن ايجاده بالرسم فقط، بالحسابيا فقط، ولا يمكن ايجاده بالرسم. يمكن ايجاد الوسط الحسابي حسابيا ولا يمكن ايجاده بالرسم. سميناه قلنا ممكن نقول عليه الوسط الحسابي او المتوسط الحسابي، والرمز بتاعه اللي هو س شرطة. وده قلنا هو عبارة عن مجموع القيم مقسوما على عددها اذا كانت البيانات غير مبوبة. اذا كانت البيانات مبوبة فبنقول ان احنا بنضرب مراكز الفئات اللي احنا بنسميها سين في التكرارات، وبنجمع هذا العمود بنسميه مج سين في كاف على مج كاف ومج كاف اللي هي مجموعة التكرارات. وقلنا اكتر استخدام في مقاييس النزعة المركزية هو الوسط الحسابي، لان احنا في المحاضرة دي انا بتكلم على الوسط الحسابي. ليه؟ لان هنربط ما بين المحاضرات السابقة في حالة الوسط الحسابي وما بين المحاضرة الحالية. لابد ان انا ابقى دارس الوسط الحسابي او فاهم الوسط الحسابي كويس، عشان النهاردة هنتكلم في الموضوع بتاع المحاضرة بتاعتنا اليوم، بيتكلم على مقاييس التشتت. ايه الفرق بين مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت؟ فاحنا لما نشوف مع بعض النهاردة واحنا بنتكلم في المحاضرة بتاعتنا اليوم عن مقاييس التشتت، وهنتكلم هنقول يعني ايه مقاييس التشتت، ما ايه مقاييس التشتت النسبي، ومعامل الارتباط الخطي لبيرسون. هنتكلم في النقاط دي اليوم ان شاء الله. فهنلاقي ان احنا موضوع المحاضره بتاعتنا اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هيتناول في المحاضره دي ثلاث عناصر اساسيه. العنصر الاول اللي هو مقاييس التشتت، وفي بنسميها مقاييس التشتت المطلق، ودي بتتمثل في المدى والتباين والانحراف المعياري. ثلاث عناصر اساسيه مقاييس التشتت المطلق هي عباره عن المدى والتباين والانحراف المعياري. وبعدين هنتكلم على مقاييس التشتت النسبي، ويعني ايه نسبي، وهنقول يعني ايه نسبي ويعني ايه مطلق. وبعدين هنتكلم في النقطة الثالثة على معامل الارتباط. لما نيجي نتعرف على مقاييس التشتت، هي المقاييس اللي هي بتقيس تقارب او تباعد البيانات، مدى تقارب او تباعد البيانات عن بعضها البعض، مدى تقارب او تقارب او تباعد البيانات عن بعضها البعض. احنا قلنا مقاييس النزعة المركزية بتقيس تمركز البيانات، البيانات مركزة او متمركزه حوالين قيمه معينه او بالقرب من قيمه معينه. يبقى دي المقاييس النزعه المركزيه بتقيس لي التمركز، بتمركز البيانات حوالين قيمه بتقترب منها. هنا هنقيسها في مقاييس التشتت مدى تقارب او تباعد البيانات، مدى تقارب او تباعد البيانات عن بعضها البعض. يعني اقدر اقول ان هذه البيانات متقاربه من بعضها ولا متباعده عن بعضها. على سبيل المثال لو انا جيت قلت مثلا اديت اي مجموعه من الارقام، اديت لحضرتك مجموعه من الارقام اللي قلت، قلت مثلا 5 8 17 20 وهكذا، وجيت قلت لحضرتك هل الارقام دي متقاربه من بعضيها، هل قريبه من بعضيها، ولا الارقام دي بينها تباعد
بينها تفاوت، بينها تشتت. يبقى إذا مقاييس التشتت بتقيس مدى تقارب أو تباعد البيانات عن بعضها البعض، ومدى تقارب القيم، القيم اللي هي اللي عندي تقارب ما بين هذه القيم عن بعضها البعض. المقاييس التشتت المطلق اللي هي متمثلة في المدى والتباين والانحراف المعياري، دول احد مقاييس التشتت اللي احنا بندرسهم. على سبيل المثال، مقاييس التشتت المطلق، هنتكلم في على مقاييس التشتت النسبي. وان هنا لما بنسب، لما بستخدم مقياسين ومع بعض وبنسبهم لبعض او بقسمهم على بعض، فبنسميها مقاييس التشتت النسبي، ودي بندرس منها معامل لاختلاف المعيار. فلما نيجي نشوف الجزئيه الاولى، وهي زي ما اتفقنا مع بعض، اول حاجه في مقاييس التشتت ان انا زي ما قلت بدرس التقارب بتاع البيانات او التجانس بتاع البيانات، ومدى تمركز البيانات او درجه تركز البيانات، درجه تقارب البيانات من قيمه معينه. هذه التجانس او التقارب بنسميه زي ما قلنا مقاييس التشتت. هندرس اول مقياس من هذه المقاييس وهو المدى. والمدى ده اول مقياس في مقاييس التشتت. والمدى هو عبارة عن الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. أكبر قيمة وأصغر قيمة في حالة البيانات الغير مبوبة. يعني لو عندي بيانات غير مبوبة، وإحنا في المحاضرات السابقة قلنا يعني إيه بيانات غير مبوبة، أو سميناها المفردات، البيانات المفردات أو البيانات الخام. يعني لو جيت قلت لحضرتك أي قيم من غير ما احطها في شكل فئات وتكرارات، دي بنسميها بيانات خام او بيانات غير مبوبه. يبقى زي ما خدنا احنا درسنا ايجاد الوسط الحسابي وايجاد الوسيط وايجاد المنوال في حاله بيانات غير مبوبه او بيانات غير مبوبه او المفردات. طيب لو انا بتكلم على ايجاد المدى في حاله البيانات الغير مبوبة، فبقول هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفرق بين أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. في حالة بيانات غير مبوبة، أكبر قيمة عندي ناقص أقل قيمة عندي. طيب طب في حالة بيانات مبوبة، في عشان أوجد المنوال، فبشوف فين البداية الفئة الإيه؟ الأولى، أول فئة عندي البداية بتاعتها أو الحد الأدنى للفئة الأولى، واخر فئه عندي في الفئات الحد الاعلى للفئه الاخيره. اطرح الاثنين من بعض، الحد الاعلى للفئه الاخيره ناقص الحد الادنى للفئه الاولى، بيمثل عندي اللي هو المدى. والمدى بيعاب على المقياس بتاع المدى ان هو بيعتمد على قيمتين فقط، وبالتالي بيتاثر بالقيم المتطرفه. فالمدى ده احد المقاييس اللي هي البسيطه والسهله الفهم وسهله الايجاد. ده بالنسبة للمدى، وعشان كده ما بنعتمدش على المدى كتير في قياس التشتت. لكن أهم حاجة في مقاييس التشتت، أهم قياس في مقاييس التشتت هو الانحراف المعياري والتباين. وهنلاحظ إن الانحراف المعياري والتباين الاثنين مرتبطين ببعض جدا. الانحراف المعياري لو جبت الانحراف المعياري بجبت التباين، وبالعكس لو جبت التباين بحسب منه من خلاله الانحراف المعياري. فعشان كده بنقول ان المدى ده مقياس بسيط، وده عباره عن الفرق بين اكبر قيمه عندي في حاله البيانات الغير مبوبه ناقص اقل قيمه موجوده. فعلى سبيل المثال لو جبت لحضرتك قلت لك مثلا مجموعه ارقام، والارقام ديت غير مبوبه، يعني زي ما قلت مفردات، فانت بتدور فين اكبر رقم عندي وفين اقل رقم، تطرح اكبر رقم ناقص اقل رقم يديني المدى. طيب احنا دلوقتي لو جينا على سبيل المثال اخوات بالنسبه للمدى، ادي بيانات غير مبوبه عندي فيما يلي درجات عينه من الطلاب في ماده الاحصاء خلال الفصل الدراسي الاول لعام 2020. ادي الدرجات عندي 18 20 13 11 16 10 9 12 14 17. ادي الدرجات قدام حضراتكم.
المطلوب حساب مدى الدرجات، او المطلوب حساب لو جيت قلت كده المدى كاحد مقاييس التشتت، احد مقاييس التشتت والمطلق، او احسب مقياس من مقاييس التشتت المطلق عندي، ابسط مقياس عندي، اسهل مقياس المدى. طيب ادور في البيانات اللي عندي، اكبر رقم عندي فين، اكبر قيمه عندي، اكبر عدد، هلاقي ادي ال20. طبعا لاحظوا ان احنا البيانات اللي قدامنا دي بنسميها ايه، بيانات غير مبوبه، او بنقول عليها ايه، مفردات. البيانات الغير مبوبه او بنقول عليها المفردات. مفردات يعني ايه؟ يعني بيانات غير مبوبه. طيب اكبر قيمه عندي 20، طيب ناقص اصغر قيمه، اقل قيمه، لو احنا جينا بصينا هنلاقي اقل قيمه 9، يبقى لو قلت 20 ناقص 9 يديني 11، 20 ناقص 9 يديني 11. ده بالنسبه للمدى في حاله البيانات الغير مبوبه. طب لو انا بقارن ما بين مجموعتين من البيانات، مجموعتين، المجموعه الاولى اللي هي اللي قدامي دي درجات الطلبه في ماده الاحصاء، وعندي مجموعه ثانيه من البيانات درجات الطلبه في ماده المحاسبه مثلا، وحسبت المدى، لقيت المدى في ماده الاحصاء طلع 11 زي ما قدام حضراتكم، ولقيت المدى في ماده المحاسبه طلع مثلا 16، يبقى اذا ايهما اقل تشتتا؟ ماده الاحصاء اقل تشتتا من ماده المحاسبه. كل ما قل المدى كل ما دل على ان البيانات ايه، متقاربه من بعضيها، متمركزه، او التجانس بين البيانات اكبر، ان البيانات متجانسه متقاربه، يعني التفاوت في الدرجات قليل. كل ما قل التشتت كل ما قل التشتت، يعني كل ما كانت النتيجه قليله كل ما دل على ان البيانات اكثر تجانسا او اقل تشتتا واكثر تجانسا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني التفاوت او التقارب بين البيانات في او التشتت بين البيانات قليل، يبقى ده بيدل على ان البيانات متجانسه او متقاربه من بعض. طيب لو جينا في حالة البيانات الغير مبوبة برضو، هنلاقي البيانات المبوبة عايز أحسب المدى في حالة البيانات المبوبة، هلاقي أدي عندي أدي الفئات، هيديني مثال على مجموعة من الشركات خلال الربع الأول ل2020، أدي فئات المبيعات وأدي عدد الشركات، مديني أدي هنا الجدول اللي قدامي ده بنسميه إيه، جدول تكرار. ليه؟ لأن فيه فئات وتكرارات، والجدول التكراري اللي قدام حضراتكم ده بنسميه ايه، بيانات مبوبه، او بنسميه ايه، توزيع تكراري، توزيع تكراري، او الجدول التكراري، او التوزيع التكراري، او التوزيعات التكراريه. وقلنا ادي عندي هنا ادي الفئات اللي عندي من 5 ل 10 ل 15 وهكذا، وقلنا ان لما يبقى الجدول التكراري بالشكل اللي قدام حضراتكم ده بنسميه إيه، التوزيع التكراري، توزيع منتظم، لان اطوال الفئات هنا عندي ايه في الجزئيه دي، هنلاقي اطوال الفئات في أو في متساويه، الا في الفئه الاخيره هنلاقيها من 40 الى 50 هي الايه الغير متساويه. لو انا هنا انا مش في الجدول التكراري، هنا هاجي اشوف الحد الادنى، الحد الادنى للفئه الاولى، الفئه الاولى اللي هي بتبدا من كام؟ من 5 الى 10. اذا الحد الادنى للفئه الاولى هو 5، والفئة الأخيرة الحد الأعلى للفئة الأخيرة، الفئة، هذا الجدول التكراري مغلق، مغلق يعني إيه؟ يعني الفئة الأخيرة معروف الحد الأعلى ليها من 40 إلى 50، دي الفئة الأخيرة، إذا الحد الأعلى ليها 50. إذا لو أنا عايز أحسب المدى أو للحد الأعلى للفئة الأخيرة 50 ناقص الحد الأدنى للفئة الأولى 5 يطلع لي المدى بتاعي 45، وكل ما قل المدى كل ما دل على إن البيانات أكثر تمركزا او اكثر تجانسا او ايه، او البيانات ايه، متقاربه من بعضها، ان البيانات متقاربه من بعضها. يبقى ده بالنسبه لي اول مقياس من مقاييس التشتت وهو المدى. احنا هنركز مع بعض دلوقتي على المقياس التالي وهو الانحراف المعياري والتباين. التباين هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحساب. لاحظوا حاجه، ان انا في بدايه المحاضره قلت انا بركز على الوسط الحسابي لان هربط الوسط الحسابي كاحد مقاييس النزعه المركزيه اللي احنا خدناها في اول محاضره مع
التباين والانحراف المعياري. طيب ليه؟ لان احنا قلنا ان مقاييس النزعه المركزيه دي بتقيس تمركز البيانات حول قيمه معينه، البيانات متمركزه حول هذه القيمه المعينه، القيمه هذه القيمه دي بنسميها القيمه الوسط، اللي هي ايه؟ اللي هي الوسط الحسابي او الوسيط المنوع. احنا هنركز على الوسط الحسابي في المحاضره دي. طيب الوسط الحسابي ده البيانات بتتجمع بالقرب او تتمركز من قرب من ايه؟ من قيمه معينه. انا عايز اقيس هذا التجمع، هذا التقارب، التقارب ما بين البيانات مع بعضها البعض وما بين او ما بين هذه القيمه، بنسميها الوسط الحسابي. طب اذا لما باجي اعرف ايه هو التباين، التباين الرمز بتاع التباين بنسميه عين تربيع. التباين اختصار لكلمه التباين، بنقول ان الرمز بتاعها هو عين تربيع. طب هو عباره عن ايه؟ عباره عن متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، بمعنى ان انا بحسب الاول الوسط الحسابي اللي هو سين شرق، وبعدين اجيب انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. لو تفتكروا مع بعض في المحاضره اللي هي الاولى، قلنا ان واحنا بنتكلم على الوسط الحسابي، قلنا لو جبنا انحرافات القيم عن وسطها الحسابي وجمعنا هذه الانحرافات هتطلع بصفر، لان قلنا مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي بيساوي صفر، لان قلنا الوسط الحسابي ده هو القيمه الايه اللي هي بتتوسط القيم دي. وبالتالي لو جبت انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، الانحرافات بتاع القيم بس عن وسطها الحسابي اللي هو س ناقص س شرطه، س دي اللي هي القيم اللي عندي وس شرطه اللي هي الوسط الحسابي، الانحرافات ما بين القيم ووسطها الحسابي مجموعها بيساوي صفر، يبقى مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يساوي صفر. لكن احنا بنقول ايه؟ بنربع هذه الانحرافات، بنربعها بعد ما بنجيب الانحرافات دي ونضربها في نفسها. يبقى هنا هنقول ايه؟ مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي مقسوما على عدد القيم دي. ده اسمه ايه؟ التباين. التباين. يبقى التباين ببساطه جدا الرمز بتاعه هو عين تربيع. الرمز بتاعه هو عين تربيع، وهو بيساوي ايه؟ مجموع انحرافات القيم، مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي مقسوما على عددها، مجموع مربعات القيم، مجموع مربعات اللي هي ايه؟ انحرافات القيم عن وسطها الحسابي مقسوما على عددها، او بعباره اخرى اللي هو متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، وده الرمز بتاعه اللي هو عين تربيع. طيب التباين مرتبط زي ما قلنا بالانحراف المعيار، التباين مرتبط بالانحراف المعيار او الانحراف المعياري مرتبط بالتباين، لان هما الاثنين زي ما بنقول لو الانحراف المعياري هو عباره عن ايه؟ الجذر التربيعي للتباين، الجذر التربيعي للتباين، الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، يعني اجيب الجذر بتاع العين تربيعي يطلع لي عين. الانحراف المعياري الرمز بتاعه عين. طيب وهو عباره عن ايه؟ الجذر التربيعي للتباين. طيب اذا الانحراف المعياري لو انا بحسب الانحراف المعياري على طول اقدر اقول ان عين اللي هو الانحراف المعياري بتساوي الجذر التربيعي بتاع ايه؟ متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. يعني اقدر اجيب الوسط الحسابي اللي هو س شرطه اطرحه من القيم اللي هي اللي عندي اللي هي س القيم، وبعد العمود اللي هيطلع ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، اربع هذا العمود اضربه في نفسه او القيمه اللي هتطلع اضربها في نفسها، واجمع المجموع اقسمه على نون اللي هو عدد القيم، يبقى كده اسمه التباين. لو جبت الجذر التباين ده يطلع الانحراف المعياري. زي ما حضراتكم شايفين القانون بتاع التباين في حالة البيانات الغير مبوبة أو المفردات، بنقول إن عين تربيع اللي هي التباين بتساوي مج س على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع. لو حضراتكم تفتكروا مج س على نون اللي هي دي عبارة عن إيه؟ الوسط الحسابي. مج س على نون لو قسمنا مج س على نون كنا بنسميها الوسط الحسابي في حالة بيانات غير مبوبة. في حالة بيانات غير مبوبة. إذا عين تربيع عبارة عن إيه؟ مج س على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع. طيب وعين اللي هو إيه؟ اللي هو الانحراف المعياري بتساوي الجذر التربيعي بتاعة التباين. إذا الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. لاحظ حاجة،
ان اي سؤال هيجي لك لازم تبقى عارف ان ازاي كيفيه حساب الوسط الحسابي، كيفيه حساب التباين، كيفيه حساب الانحراف المعياري، الثلاثه مرتبطين ببعض. عشان احسب الانحراف، عشان احسب الانحراف المعياري لازم ابقى فاهم الوسط الحسابي بيتحسب ازاي، عشان احسب الانحراف المعياري لازم ابقى عارف التباين بيتحسب ازاي. الثلاثه مرتبطين ببعض زي ما قدام حضرتك في اي بيانات هتجيني ابقى فاهم ان كيفيه حساب الوسط الحسابي بيتحسب ازاي، التباين بيتحسب ازاي، الانحراف المعياري بيتحسب ازاي. والثلاثه مرتبطين ببعض بمعنى ان انا لازم اطلع البيانات بتاعتهم عشان ابقى عارف ان هم مرتبطين مع بعض ازاي. عندي عين تربيع اللي هي التباين بتساوي مج س على ن ناقص مج س على ن الكل تربيع. عندي عين اللي هي الانحراف المعياري بتساوي الجذر التربيع بتاع عين تربيع. وقلنا يعني ايه التباين، وقلنا يعني ايه الانحراف المعياري. هناخد مع بعض مثال على كيفية حساب الوسط الحسابي وكيفية حساب الانحراف المعياري وكيفية حساب التباين في حالة بيانات غير مباور. ادي المثال التالي بيديني مثال احسب التباين والانحراف المعياري للقيم التالية. القيم عندي 10 8 3 6 2. لاحظ حاجة ان انا ممكن اقول لحضرتك في المثال ده احسب لي الوسط الحسابي اللي هو المتوسط الحسابي اللي هو س شرط. سين شرط هتقول لي مجموع القيم اللي هي اللي عندي، مجموع القيم دي على عدد القيم. سين شرط اللي هو الوسط الحسابي هيساوي مجموع القيم اللي هي س على ن. يعني ايه؟ يعني 8 10 زائد 8 زائد 3 زائد 6 زائد 12 اللي هو المجموع بتاعهم 39 اللي هو مج س اللي تحت قدام حضرتك في العمود الاول. مج س ده لو قسمته على عدد القيم اللي هم عندي عددهم كم قيمه او كم مفرده؟ هنلاقيهم خمس قيم. فلاقي ان الوسط الحسابي لو قسمت 39 على الخمسة هيديني الوسط الحسابي اللي هو ايه؟ اللي هو او المتوسط الحسابي اللي هو س شرطة، فلاقيه بيساوي 7.8 اللي هو ايه؟ الوسط الحسابي أو اللي هو س شرطة. انا هنا ما قلتلكش احسب الوسط الحسابي، لكن قلت لك احسب التباين والانحراف المعياري. اتفقنا مع بعض من القانون السابق اللي احنا لسه كاتبينه عندنا ان التباين اللي هو عين تربيع هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. القانون اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي عين تربيع بتساوي ايه؟ مج س على ن ناقص مج س على ن الكل تربيع. نفس القانون بس بدل الاولاني مج س على ن بس الثاني مج س على ن الكل القوس كله او البسط والمقام الاثنين تربيع. طيب فهاجي اقول دلوقتي انا بطلع الاول س. س دي اللي هي ايه؟ المفردات اللي هي مديهالي، يبقى العمود الاول هو مديهولي. اجيب العمود الثاني اللي هو س تربيع، اضرب القيم في نفسها فهلاقي القيمه الاولى كانت 10 اضربها في نفسها يبقى 10 في 10 ب 100، القيمه الثانيه 8 اديني 8 في 8 ب 64، القيمه الثالثه 3 يبقى 3 في 3 ب 9 وهكذا. هلاقي العمود الثاني اللي انا بعمله اسمه عمود س تربيع. طيب مجموع العمود الاول اللي هو مجموع القيم او الارقام اللي هو اللي اديهالي اللي هو مج س بيساوي كام؟ بيساوي 39. طيب مجموع العمود الثاني اللي انا عملته، انا العمود الثاني ده من شغلي انا، انا اللي طلعته، انا اللي حسبته ضربت القيم في نفسها اللي هي س تربيع وجمعت العمود ده طلع عندي مج س تربيع بيساوي 353. ده اسمه ايه؟ مج س تربيع. مج س تربيع. طيب احنا دلوقتي هنطبق القانون بتاعنا اللي احنا كاتبينه. القانون بيقول ايه؟ القانون اللي هو بيقول ان التباين بيساوي مج س مج س مج س ايه على ن ناقص مج س على ن الكل تربيع. مج س تربيع على ن ناقص مج س على ن الكل تربيع. طيب مج س تربيع عندي اللي هو 353 على الخمسة ناقص مج س على ن اللي هي 39 على الخمسة الكل تربيع. طيب يبقى اذا ده القانون اللي هو اللي عندي، عين تربيع بتساوي مج س تربيع على ن ناقص مج س على ن الكل تربيع. وهنا هلاقي ان التباين بيساوي 9.76. الانحراف المعياري بيساوي ايه؟ بيساوي الجذر التربيعي للتباين.
الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي للتباين. طيب احنا دلوقتي بالنسبه لنا شفنا ان التباين بيساوي ايه والانحراف المعياري بيساوي ايه. التباين قلنا اللي هو عباره عن لما نرجع لقلنا القانون بتاعنا اللي هو الاساسي اللي هو اللي عندنا، لاحظ نقطه اساسيه في القانون الاساسي اللي هو اللي عندنا في الجزئيه دي، ان القانون هنا هو عباره عن مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع. فهنا في الجزئيه بتاعتنا لما نيجي نشوف كمان ان من اول البيانات اللي في حاله البيانات اللي هي اللي عندنا هنتكلم على الانحراف المعياري والتباين في حاله البيانات الايه؟ البيانات الغير مبوبه زي ما قلنا القانون عندنا اللي هو مج س. طبعا لو التباين عندنا زي ما قلنا في القانون عين تربيع بتساوي مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع، وهنا الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيعي للتباين في الجزئيه دي. بنكمل مع بعض في المحاضره على البيانات المبوبه. فيما يلي مبيعات مجموعه من الشركات لما البيانات المبوبه، فرق زي ما قلنا في البيانات الغير مبوبه والبيانات المبوبه ان البيانات المبوبه في عندي فئات وتكرارات. الجدول التالي ده جدول توزيع تكراري، وجدول توزيع تكراري يعني ايه؟ في فئات وتكرارات. في الجدول التوزيع التكراري هنتكلم على كيفيه حساب التباين والانحراف المعياري لما تبقى البيانات اللي عندي بيانات مبوبه يعني فيها فئات وفيها تكرارات. بنرجع بس مع حضراتكم هنا في القانون ان انا عندي هنا ده مج س تربيع، ده القانون هنا مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع في الجزئيه بتاعت القانون هنا مج س تربيع على نون مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع. هنا س ديت هنا القانون هنا في تصحيح بس في جزئيه القانون ان احنا عندنا هنا دي مج س تربيع على نون، ده تصحيح للجزئيه اللي احنا عندنا للقانون هنا ده عين تربيع بتساوي مج س تربيع مج س، هنا السين هي مج س تربيع وليست س، مج س تربيع القانون هنا مج س تربيع، ده مج س تربيع هنا مج س تربيع. بس حضراتكم نلاحظ ان القانون هنا ده مج س تربيع وليست مج س، مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع. يبقى هنا عندي التباين بيساوي في الجزئيه دي بالنسبه للقانون في حاله بيانات غير مبوبه هو مج س تربيع على نون، مج س تربيع على نون، مج س تربيع على نون، في هنا بس التربيع ناقصة في القانون، فهنا مج س تربيع على نون، عين تربيع بتساوي مج س تربيع على نون، مج س تربيع هنا أول جزئية مج س تربيع على نون، لذلك إحنا القانون عندنا أو قدام حضراتكم اللي هو مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع، ده اللي هو التباين. في حالة البيانات المبوبة بنقول ان ادي هنا فئات المبيعات اللي هي من 20 الى 25 الى 30 الى 35 دي الفئات، وادي التكرارات. عايزين نحسب التباين والانحراف المعياري للمبيعات دي. عشان احسب الانحراف المعياري والتباين اول خطوه هعملها ان انا الاحظ ان انا عندي ادي الفئات، هذا الجدول التكراري اللي قدام حضراتكم اقدر احسب منه الوسط الحسابي، واقدر احسب منه التباين، اقدر احسب منه الانحراف المعياري، اقدر احسب منه مقاييس كتيره جدا، لكن احنا عايزين نشوف كيفيه حساب التباين والانحراف المعياري. اول حاجه بعملها ان انا بكون جدول بجيب في ادي فيه اللي هي الفئات عندي 20 25 وهكذا، دي الفئات وتكرارات، بجيب مراكز الفئات اللي هي سي.
العمود الثالث عندي ده اسمه مراكز الفئات اللي هو سي. طيب بحسب مراكز الفئات ازاي؟ احنا اتفقنا مع بعض واحنا بنتكلم في المحاضرات السابقه عن كيفيه حساب مركز الفئه، بجمع الحد الادنى للفئه، يعني انا هاجي هنا هلاقي ان الحد الادنى للفئه عندي 20 والحد الاعلى بتاع الفئه الاولى، اجمع الاثنين دول مع بعض ال 20 و25 يديني 45، اقسمهم على الاثنين يطلع 22.5، ده اسمه مركز الفئه. يبقى مركز الفئه بيتحسب ازاي؟ الحد الادنى للفئه الاولى زائد الحد الاعلى للفئه الاولى هم الاثنين دول مع بعض يديني ايه؟ 45 على الاثنين يدي 22.5. طيب هل اطوال الفئات متساويه هنا؟ يعني الفئه الاولى من طول الفئه من 20 ل 5 ل 25 الاقيها 5، الفئه الثانيه 5 وهكذا، الاقي ان اطوال الفئات هنا غير متساويه. ليه؟ لان الفئات هنا كانت ماشيه بتزيد 5 وبعدين 45 40 وبعدين من 50 لايه؟ ل 60. الفئه الاخيره هنا هلاقيها غير متساويه، هنا فان الجدول التكراري هنا جدول تكراري غير منتظم. ليه؟ لان الفئه الاخيره لكن الفئات بتزيد بمقدار 5، اول ايه؟ اول 5 فئات، فممكن ازود ادي هنا يبقى الفئه الثانيه 27.5 32 37.5 وبعدين الفئه الاخيره هنا من 40 ل 50 ومن 50 ل 60، فهلاقي هنا اخر فئتين بجمع 40 و 50 واقسمهم على الاثنين، فادي ادي الفئات، وبعدين بضرب س في ك، س دي اللي هي مراكز الفئات في التكرارات، هيطلع لي س ك او ك س، وبعدين اضرب ال س في ك في ك ثاني، ادي س اللي هي مراكز الفئات في التكرارات اداني العمود اللي هو ايه؟ ك س، اضرب س في ك س ثاني يديني ك س تربيع. يبقى العمود الاخير ده طلع ازاي؟ ان انا ضربت عمود مراكز الفئات اللي هو العمود الثالث في العمود الرابع، العمود الثالث عندي اللي هو ايه؟ اللي هو س، في العمود الرابع اللي هو ايه؟ ك س، اضربه في نفسه، اضربه في العمود الثالث في العمود الرابع اهو هيديني ك س تربيع. يبقى العمود الاخير ده اللي هو ك س تربيع ده طلع من حاصل ضرب س في ك س، س في ك س اداني ك س تربيع. طيب التباين هنا هنرجع نتكلم على القانون اللي احنا كنا قايلين ايه؟ التباين في حاله بيانات غير مبوبه. التباين في حاله بيانات غير مبوبه اللي هو عين تربيع كان بيساوي ايه؟ مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع. باكد تاني، التباين في حاله بيانات غير مبوبه مج س تربيع على نون، مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع. قلنا كل اللي هيحصل ان انا هضيف للسين جنب السين كاف وهستبدل النون اللي هي تحت في في المقام تحت، بدل نون هحط بدلها مج كاف. فهلاقي القانون بتاع التباين عندي في حاله بيانات غير مبوبه، في حاله بيانات مبوبه هيبقى عباره عن ايه؟ عين تربيع بتساوي ايه؟ مج س تربيع كاف او كاف س تربيع على مج كاف ناقص مج كاف س على مج كاف الكل تربيع. ادي التباين في حاله اهو. هلاقي هنا لما نرجع لحضراتكم اهو القانون هنا هو يبقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ مج كاف س تربيع، مج كاف س تربيع على مج كاف، مج كاف س تربيع على مج كاف ناقص مج كاف س على مج كاف الكل تربيع. يبقى هنا القانون عباره عن ايه؟ مج كاف س تربيع على مج كاف ناقص مج كاف س على مج كاف الكل تربيع. طيب يبقى بنتاكد تاني او بناكد تاني على الكلام اهو، عين تربيع، عين تربيع اللي هي التباين في حاله بيانات مبوبه، القانون بتاعي التباين في حاله بيانات مبوبه بيساوي مج كاف س تربيع اللي هو ايه؟ اللي هو العمود الاخير اللي احنا طلعناه ده اسمه ايه؟ العمود الاخير مج كاف س تربيع، مج كاف س تربيع على مج كاف، ادي ده مج كاف اهو، ده الميه دي بنسميها ايه؟ مج كاف، يبقى ده مج كاف، مج كاف اللي هي الميه. طيب وال 147887.5 الرقم اللي هو اللي عندي اخر عمود ده اسمه ايه؟ مج كاف س تربيع، مج كاف س تربيع، مج يعني مجموع، يعني مج كاف س تربيع على مج كاف ناقص مج كاف س اهو، مج كاف س اللي هو ايه؟ العمود الايه؟ العمود الرابع اسمه مج كاف س اللي هو 3745 على مج كاف.
يبقى عين تربيع التباين بتساوي مج كاف س تربيع على مج كاف ناقص مج كاف س على مج كاف الكل تربيع اللي هو قدام حضراتكم القانون اللي احنا كتبناه. طيب طلع عندي التباين بيساوي 76 و37 من 100. اجيب الانحراف المعياري اللي جذر التربيع بتاع التباين هيطلع 8.74 او 8739 من 1000. لما بقربها الى اقرب رقم او اقرب رقمين زي ما قدام حضراتكم 8.74 من 1000. طيب ده كده انتهينا من حساب التباين والانحراف المعياري في حالة بيانات مبوبة او في حالة بيانات غير مبوبة. هنيجي المقياس المهم جدا اللي هو مقاييس التشتت النسبي. مقاييس التشتت النسبي بتستخدم فيها او بنستخدم فيها معامل الاختلاف المعيار. ليه؟ عشان نقيس نسبة التشتت في البيانات بحل دراسة بين لو أنا عايز أشوف أقارن مجموعتين تشتت مجموعتين من البيانات مع بعض فبنقول إن إحنا بنستخدم إيه؟ بنستخدم الانحراف المعياري وبنستخدم الوسط الحسابي بنقسمهم الاثنين على بعض وبنضربهم في 100 عشان بتطلع نسبة مئوية فبيطلع عندي معامل الاختلاف المعياري بيساوي بقسم عين على سين شرطة عين اللي هي الانحراف المعياري على الوسط الحسابي او المتوسط الحسابي يبقى عين على المتوسط في 100 يبقى عين على س شرطه في 100 يطلع لي مقياس اللي هو معامل الاختلاف المعياري معامل الاختلاف المعياري وده بنسميه ايه مقياس تشتت نسبي مقياس التشتت النسبي بنقول عليه معامل الاختلاف المعياري وتلاحظ ان ايه ان التمييز بالناتج اللي عندي بيبقى نسبه مئويه بيبقى علامه النسبه مئويه يكون الناتج النتيجه بتاعتي بتبقى دايما طالعه نسبه مئويه بتاعه معامل الاختلاف المعياري. طيب هناخد مثال على معامل الاختلاف المعياري بيديني ادي في حاله ادي البيانات غير مبوبه المثال اللي احنا كنا اخذناه كده بنتكلم على التباين والانحراف المعياري. ادي عندي السين وادي هنا سين تربيع فبلاحظ اني عايز احسب معامل الاختلاف المعياري عشان احسبه لازم احسب حاجتين الاول احسب الوسط الحسابي اللي هو سين شرطه وثانيا احسب الانحراف المعياري اللي هو بيساوي ايه اللي هو عين فهلاقي ادي الوسط الانحراف المعياري طلع الجذر التربيع بتاع مج سين تربيع لاحظ بكرر تاني الانحراف المعياري بيساوي الجذر التربيع بتاع مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون الكل تربيع طلع عندي 3.12 من 100 ادي الوسط الحسابي س شرط اللي هو عباره عن ايه؟ مج س على نون مج س الوسط الحسابي مج س على نون بس مج س اللي هو 39 على 5 اداني يبقى معامل الاختلاف المعياري بيساوي بقسم الانحراف المعياري لاحظ اللي فوق دايما اللي هو مقياس الايه؟ التشتت على مقياس من مقاييس النزعة المركزية للوسط الحسابي في 100 فبقسم 312 على 7.8 من 10 والناتج اضربه في 100 هيطلع لي 40% 40% يبقى ده معامل الاختلاف المعياري معامل الاختلاف المعياري وطبعا زي ما بنقول ان معامل الاختلاف المعياري ده بيقيس ايه ده مقياس نسبي بيقيس نسبة التشتت مقياس من مقياس من مقاييس التشتت النسبي اللي بتقيس لي مدى تمركز او تجانس او تقارب البيانات مدى تقارب او تجانس البيانات مدى تقارب او تجانس البيانات من بعضها البعض. طيب في حاله البيانات اللي هي المبوبه فيما يلي ارباح مجموعه من الشركات بال1000 جنيه خلال الفتره الزمنيه وادي المثال عندي عايز احسب معامل الاختلاف المعياري فبجيب اول حاجه الانحراف المعياري وبعدين اجيب الوسط الحسابي زي ما جبنا قبل كده حسبنا ادي الفئات اللي هي اللي عندي وادي التكرارات حسبنا طلع عندي الانحراف المعياري زي ما حسبناه قبل كده بيساوي ايه الجذر التربيع بتاع مج كاف س تربيع او مج س تربيع كاف اللي هي العمود الاخير على مج كاف ناقص مج كاف على مج كاف على مج كاف س على مج كاف الكل تربيع. ادي القانون اللي هو اللي عندي او اللي قدام حضراتكم اللي احنا اخذناه.
طلع عندي الانحراف المعياري في الجزئية دي طلع 8.7 وادي الوسط الحسابي بقسم الاثنين على بعض طلع معامل الاختلاف عندي بيساوي 23.34. ده معامل الاختلاف المعياري. يبقى معامل الاختلاف المعياري بحسب الاول الانحراف المعياري وبعدين احسب الوسط الحسابي واقول ان معامل الاختلاف المعياري بيساوي عين اللي هي الانحراف المعياري على س شرطه اللي هو الوسط الحسابي مضروب الناتج في 100 لان قلنا ده مقياس نسبي يعني التمييز علامه التمييز بتاعته بتطلع نسبه مئويه يبقى 23.34. يبقى بكده انتهينا من مقاييس التشتت. درسنا في مقاييس التشتت اللي هو الانحراف المعياري والتباين والمدى. المدى والتباين والانحراف المعياري الثلاثه درسناهم في حاله بيانات غير مبوبه وفي حاله بيانات مبوبه. النقطه الاخيره في المحاضره دي بنتكلم على معامل الارتباط. معامل الارتباط اللي هو بنتكلم على معامل ارتباط بيرسل في حاله بيانات غير مبوبه. اولا معامل الارتباط ده بيقيس لي ايه؟ قوه ونوع العلاقه بين متغيرين. لما نتكلم على الارتباط او معامل الارتباط الخطي لبيرسون بيستخدم معامل الارتباط الخطي ده عشان بيقيس لي نوع واتجاه العلاقه بين ظاهرتين او متغيرين. المتغيرين دول بنقول عليهم س وص وبنرمز لمعامل الارتباط بالرمز ر. بتتراوح قيمه معامل الارتباط دايما بين موجب واحد وسالب واحد. وبالتالي معامل الارتباط في حاله لما تبقى الناتج بيبقى بالموجب بنسميه ارتباط طردي ولما يبقى الناتج بالسالب بنسميه ارتباط عكسي. نلاحظ ان حاجه مهمه جدا ان معامل قيمه معامل الارتباط لا يمكن ان تزيد باي حال من الاحوال عن واحد صحيح، لان لو انا بحل اقصى قيمه لمعامل الارتباط هي الواحد واقل قيمه لمعامل الارتباط ان هي ممكن ان يبقى لو كان قيمه معامل الارتباط بتساوي صفر يبقى اذا لا يوجد الارتباط. الارتباط لو طلع بالسالب هيبقى هنا الارتباط عكسي، الارتباط لو طلع بالموجب يبقى ارتباط طرد. وهنا ده بنسمي ده معامل الارتباط الخطي لبيرسون. احنا بندرس الجزئيه دي لان فيه معاملات ارتباط اخرى، فاحنا هنتكلم على معامل الارتباط الخطي لبيرسون. وقلنا ان معامل الارتباط الخطي ده بيقيس لي قوه ونوع العلاقه بين متغيرين او ظاهرتين بنسميهم س وص وبندي له الرمز ر. اذا كان معامل الارتباط زي ما بنقول موجب فده معناه ان الارتباط طردي. يعني ايه؟ يعني ان العلاقه بين المتغيرين بتسير في اتجاه واحد، بمعنى ان كل ما بتزيد س بتزيد ص معاه. ولو كان معامل الارتباط بالناتج بالسالب فالعلاقة بين المتغيرين عكسية، يعني كل ما بيزيد المتغير الأول المتغير الثاني بيقل أو العكس. يعني إيه؟ المتغيرين ماشيين في عكس اتجاه. طيب ناخد نتكلم على إيجاد معامل الارتباط الخطي لبيرسون في حالة بيانات غير مبوبة. في حالة بيانات غير مبوبة زي ما هنشوف ان الجزئيه برضو واحنا بنتكلم ببقى عارف الـ زي ما اتفقنا مع بعض ان عندي في واحنا بنقيس برضو معامل الارتباط بلاقي ان لو كان معامل الارتباط بيساوي واحد صحيح فبنقول عليه ارتباط طردي، ولو كان بيساوي سالب واحد بنقول عليه ارتباط عكسي، ولو كان صفر يبقى لا يوجد ارتباط. وده المقاييس برضو لو كان معامل الارتباط اقل من النص فبنسميه ارتباط ضعيف، لو كان الى 7.5 بنسميه ارتباط متوسط، لو اكثر من 7.10 بنقول عليه ارتباط قوي. طيب ده قانون معامل الارتباط اللي هو ايه؟ الارتباط الخطي لبيرسون. بيقول ايه؟ ان ر بتساوي نون مج س ص ناقص مج س في مج ص على الجذر التربيع بتاع نون مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع في نون مج ص تربيع ناقص مج ص الكل تربيع. وهنا نلاحظ ان معامل الارتباط هنا في الجزئيه دي في حاله بيانات غير مبوبه بنتكلم على
ان احنا عندنا عمودين بيدينا متغيرين، المتغير الاول سين والمتغير الثاني صاد، وانا بحسب كمان هو اداني متغير سين واداني متغير صاد، انا بحسب حاصل ضرب سين في صاد وحاصل وبعدين ضرب سين في نفسها اللي هي سين تربيع وضرب صاد في نفسها اللي هي صاد تربيع، فهتلاقيني وانا بعمل جدول بتاع معامل الارتباط هذا الجدول فيه خمس اعمده، في العمود الاول والثاني هو بيديهم لي في التمارين اللي هو سين وصاد، انا بعمل عمود سين صاد وعمود سين تربيع وعمود صاد تربيع، لذلك هنلاقي الجدول بتاعنا واحنا بنحسب معامل الارتباط اللي هو ر هو عباره عن ادي سين وادي صاد، سين ده معطى في التمرين وصاد معطى، سين صاد حاصل ضرب العمودين الاول والثاني وبعدين حاصل ضرب سين في نفسها اللي هي مربع قيم سين وحاصل ضرب صاد في نفسها اللي هي مربع قيم صاد، ده عشان ايه؟ عشان اكون جدول احسب منه معامل الارتباط الخطي لبيرسو. طيب نشوف مع بعض مثال يوضح لي ايجاد معامل الارتباط في حاله بيانات غير مبوبه. قلنا بيانات غير مبوبه يعني ايه؟ يعني مفردات، يعني ما فيش ايه، في تكرارات، يعني ما فيش توزيع تكراري، ما فيش توزيع تكراري موجود عندي وما فيش فئات. طيب بيقول المثال يوضح الجدول التالي المبيعات اللي هي سين والارباح اللي هي صاد بالالف جنيه لمجموعه من الشركات خلال فتره زمنيه. ادي المبيعات اللي هي سين وادي الارباح اللي هي صاد كما هو واضح قدامنا في الجدول، عايزين نحسب معامل الارتباط الخطي البسيط لبيرسون بين المبيعات والارباح. عايزين نشوف نقيس قوه ونوع العلاقه بين المبيعات والارباح، هل كل ما بتزيد المبيعات بتزيد الارباح ولا العكس؟ طيب ولو بتزيد بتزيد بقد ايه؟ يعني هل زياده قويه ولا زياده ايه؟ متوسطه ولا زياده ضعيفه؟ ولا ما بتزيدش خالص؟ ولا بتزيد بالعكس كل ما بالمبيعات بتزيد الارباح بتقل؟ يبقى ده بندرس العلاقه ما بين المتغيرين دول، بندرس العلاقه ما بين المتغيرين دول عن طريق معامل الارتباط الخطي البسيط لبيرسون. فبعمل اكون جدول، هذا الجدول اللي قدام حضراتكم، ادي عمود سين وادي عمود صاد، طبعا عمود سين وصاد دول معطيين في التمرين، هو مديهم لي في التمرين. بكون انا عمود جديد اسمه سين صاد، العمود الثالث ده اللي هو حاصل ضرب سين في صاد، العمود الثالث حاصل ضرب سين في صاد، فهيطلع لي اللي هي ايه 18 في 13 وبعدين 16 في 11 17 في 13 اداني ادي عمود سين صاد، وبعدين اجي عمود سين اول عمود اهو اربعه اضربه في نفسه، يبقى اضرب سين في سين اللي هي 18 في 18 هيديني 324، وبعدين 16 في 16 256، يبقى ده العمود الثالث الرابع ده اسمه عمود سين تربيع، اضرب العمود بتاع سين الاولاني في نفسه، اضرب عمود صاد اللي هو العمود الثاني ده في نفسه، يبقى 13 في 13 11 في 11 13 وهكذا، يديني ايه عمود صاد تربيع. اجمع القيم دي يطلع اول عمود عندي مج س 112، مج ص 88، مج س ص 1669، مج س تربيع، مج ص تربيع، يبقى انا جمعت الاعمده، عندي خمس ايه خمس قيم مهمه جدا المجاميع بتاعتهم، مجموع العمود الاول مج س، مجموع العمود الثاني مج ص، مجموع العمود الثالث مج س ص، مجموع العمود الرابع مج س تربيع، وبعدين العمود الاخير مج ص تربيع، وعندي نون دي اللي هي ايه عدد المفردات او عدد القيم، هنلاقي ان عدد القيم اللي عندنا دول كام قيمه؟ ست قيم، ادي 1 2 3 4 5 6 قيم. طيب نبدا نعوض في القانون اللي احنا كتبناه، القانون اللي احنا كتبناه اللي هو ايه؟ ادي القانون اللي احنا كتبناه اهو اللي هو كان بيقول ايه؟ ر بتساوي نون مج س ص، نون اللي هي ايه عدد المفردات عدد القيم، مج س ص مجموع العمود الثالث اللي هو حاصل ضرب س في ص، ناقص مج س لحالها مج ص على مج س اللي هو العمود الاول في مج ص اللي هو العمود الثاني، مجموع العمود الاول في مجموع العمود الثاني على الجذر التربيع بتاع نون اللي احنا قلنا عليها عدد القيم اللي هم ست قيم، مج س تربيع اللي هو مجموع العمود الايه الرابع، ناقص مج س الكل تربيع، مج س الكل تربيع قلنا اللي هو مجموع العمود الاول الكل تربيع، نفس الكلام في نون اللي هي عدد القيم اللي هم سته، في مج ص تربيع مجموع العمود الخامس اخر عمود،
ناقص مد صاد الكل تربيع مجموع العمود الثاني بس الكل تربيع. طب تعالوا نعوض بالمجاميع اللي احنا طلعناها عندنا هنا، ادي المجاميع اهي، نبدا نعوض بيها في القانون اللي هو اللي عندنا. نون قلنا ب 6 في مج س ص اللي احنا قلنا عليها، ادي مج س ص اهي اللي هي ايه؟ مجموع العمود الثالث 1669. طيب ناقص مج س في مج ص، مج س 112 في مج ص في 88. ناقص مج س، مج س 112 في مج ص 88 على تحت الجذر التربيع بتاع نون اللي هي 6 في مج س، مج س تربيع، مج س تربيع لما نرجع ادي مج س تربيع ب 2114 ناقص مج س الكل تربيع، ناقص 112 الكل تربيع، يبقى ناقص اهي 112 الكل تربيع مضروبه في 2 دي الكل تربيع، دي الاثنين دي اللي هي فوق الكل تربيع، فوق القوس طبعا ال 112 الكل تربيع، القوس ده تربيع. ناقص 6 في في الكلام ده موجود فيه س القوس ده مضروب في القوس ده في 6 في المج ص تربيع، مج ص تربيع، مج ص تربيع عندي اللي هي بتساوي كام؟ بجيب لاقي مج ص تربيع ادي العمود الاخير اللي هو موجود عندي هلاقيه كام؟ 1328 مج ص تربيع، يبقى مج ص تربيع ادي 6 في 1328 ناقص مج ص الكل تربيع 88 الكل تربيع. بحسب الكلام ده على بالاله الحاسبه هيطلع عندي اللي فوق لما اضرب القيمتين دول واطرح ما يطلع 158 على الجذر اللي تحت 140 في 224 يطلع عندي 89 من 100 الناتج اللي عندي. اما اجي اقيس الكلام ده اجي اعرف معنى التفسير بتاع معامل الارتباط اللي طلع اللي هو ره، اولا الناتج اللي طلع ده بالموجب يبقى ده ارتباط طردي. قيمه معامل الارتباط اللي طلعت 89 من 100 ده موجب، وبالتالي هلاقي ان ايه؟ ان ده رقم بالموجب، يبقى اذا ده ارتباط طردي. يعني ايه ارتباط طردي؟ يعني كل ما بتزيد الارباح بتزيد المبيعات، كل ما بتزيد المبيعات بتزيد الارباح، كل ما تزيد المبيعات بتزيد الارباح. طيب وفي نفس الوقت قوي، قوي لان قلنا اكتر من 7 من 10 هيبقى ايه؟ هيبقى ارتباط طردي قوي، يبقى معامل الارتباط اللي عندي اولا طردي. ليه؟ لانه موجب، لاني بالموجب، وقوي لان اكتر من 7 من 10 او 70% بيبقى ارتباط قوي. وهنا كل ما هتزيد المبيعات، يعني لو المبيعات زادت بجنيه او ب 100% الارباح هتزيد ب 89% اللي هي يبقى هنا في الجزئيه دي نحدد معامل الارتباط اللي هو اللي عندي ارتباط طردي قوي. وبكده نبقى انتهينا من دراسة الجزء الأول من ماد مقرر 203 اللي هي الأحصاء في مجال الأعمال. انتهينا من دراسة مقاييس النزعة المركزية اللي هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال سواء كان في حالة بيانات مبوبة أو بيانات غير مبوبة، وانتهينا من دراسة مقاييس التشتت اللي هي المدى والتباين والانحراف المعياري، واخر جزئيه عندنا اللي هي كان معامل الارتباط الخطي لبيرسون. ان شاء الله نلتقي بكم على خير وناخد بعض التمارين برضو اللي هي لكم بعض التمارين اللي هي تدريبات على طريقه الامتحان او الاسئله اللي هي المالتيبل تشويس او الاختيارات المتعدده. نلتقيكم على خير وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.